السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وليداتي الصغار، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم يا بيلاكا طفلي. إن شاء الله غنكملوا مع بعضياتنا تعلم الحروف الهجائية بطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله غنزيد اليوم جوج ديال الحروف وحدين اخرين، ونتمنى انهم يكونوا بساطين ودغيا يدخلوا لينا الراس ديالنا. يلا على بركة الله، نتمنى انكم تكونوا مستعدين وجاهزين باش نبدا. يلا، الحرف الاول اللي عندنا في هذه الحصة هو حرف الياء. حرف الياء، حرف الياء. نعودوا مع بعضياتنا. ياء ياء ياء. دابا بغيتكم تعودوا معايا، وخاصة نذكروا بأن الياء عندها جوج ديال النقاط من التحت، جوج ديال النقاط من التحت. يلا، ياء. برافو، ما شاء الله عليكم. ياء ياء. مثلو مثلو يدل يدل. مثلو يدل. يلا نكتبها مع بعضياتنا. يا يدل. نعود الحروف. ياء ياء ياء. يدل يدل. ننتقلوا دابا لحرف الموالي اللي هو حرف حرف الضاد. ضاد ضاد. نعاودوها، عنده غير نقيطة وحدة من الفوق، ما عندوش الرقبة، نعقلوا عليها انه عنده غير نقيطة صافي. ضاد ضاد ضاد. نعاودو مع بعضياتنا. يلا، ما تنخرجوش لسان ديالنا، قالت لنا خليوه لداخل. ضاد ضاد ضاد. مثلو مثلو ضفدعة ضفدعة. يلا نكتبوها مع بعضياتنا. ضفدعة ضفدعة. يلا نعاودو الحرف مع بعضياتنا. ضاد ضاد ضاد. ضفدعة ضفدعة. نعاودو الحروف من الأول. يلا، ياء ياء ياء. يدن يدن. ضاد ضاد ضاد. ضفدعة ضفدعة. وصلنا النهاية ديال الفيديو، وان شاء الله دابا غنمشيو كيف العاده النشاط اللي غادي نديرو اليوم، اللي غادي يكون زوين وتعجب الوليدات بزاف بزاف بزاف. يلا ها وليداتي، النشاط اليوم غنديروه بالرمله، للوليدات كاملين تعجبهم يلعبوا بها. غنديروا الحروف ديالنا اللي قرينا، اللي هو حرف الياء وحرف الضاد. غنكتبوهم هنايا في الورقه بحال ماماكم تكتبهم ليكم، او نخرجوهم في المطبعه بحال دائما. وغادا نبداو بالحرف الاول اللي قرينا، ونحاولوا نديروا بحالو، غير نرسموا بحالو، غنتبعوا بحال هكذا غنديروا. حتى حنايا غنمشيو بالصبع ديالنا ونبقاو تنديروا بحال هكذا، ولكن غنديروها في الرمله. واخا اتفقنا؟ يلا نبداو. حرف الياء. حرف الياء. ما نساوش النقيطه، جوج ديال النقيطات، جوج ديال النقيطات كاينين. ياء ياء. عاوتاني نوليو نعاودو نديروها حتايا، نعاودو نقادو الرمله بحال هكدا ونعاودوها مره اخرى. اتفقنا؟ يلا، ياء. نديرو جوج ديال النقيطات. ياء ياء. دابا نستقلو الحرف الثاني، ولكن نحاولو نديرو الرملة، نقادوها مزيان باش نحاولو نرسمو بحال الحرف اللي عندنا في الورقة ديالنا. دابا حرف الضاد. حنا غادا نشوفو في الورقة وحنا نرسمو على الرملة.
ضاد، ما ننساوش النقيطه، ضاد ضاد، هذا حرف سميتو ضاد ضاد. ولي نعاود مره اخرى، يلا ولي نديرو الرمله بحال هكايا. يلا وليداتي برافو عليكم، تمام. يلا نشوفو في الحرف ديالنا ونحاولو نديرو بحالو بحال هكا الرسمه ضاد، ونقولو الحرف هذا حرف ضاد. النقيطه وحده. وصلنا وليداتي النهاية ديال النشاط، نتمنى يكون النشاط عجبكم ويكونوا الحروف قدرت نوصلها لكم بطريقة بسيطة وسهلة. تنشكركم بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله، إن شاء الله نتلاقاو فيديو آخر ونشاط آخر. ونتمنى أن اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش دائما تصلوا بجديد القناة. مع السلامة، حفظكم الله أولادي الصغار.